الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه المحاضرة من محاضرات الفقه الإسلامي، هذا العلم العظيم الذي لا يستغني عنه مسلم ولا مسلمة، لأنه باختصار هو الجانب العملي التطبيقي للإسلام، فهو الإسلام العملي. تناولنا في المحاضرات الماضية الحديث عن الطهارة وعن الوضوء وعن المسح عن الخفين، كما تناولنا أحوال المياه. في هذه المحاضرة إن شاء الله نتناول نواقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء وما الذي لا ينقض الوضوء، وما هي المسائل التي اختلف فيها، هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. الأصل في هذا الموضوع آية وحديث، أما الآية وهي قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه الذي يقول فيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الإتيان من الغائط أو ملامسة النساء، وسنعرف ما تفسير اللمس في هذه الآية، والإحداث، هذه هي الأمور الكبرى التي تنقض الوضوء، لكن لا ينتهي الأمر عند هذه الآية وهذا الحديث. اتفق العلماء في هذا الباب على انتقاد الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار الواردة في ذلك، ثم تحدثوا في مسائل عديدة جمعتها في 7 مسائل. المسألة الأولى هي أول ناقض من نواقض الوضوء، الخارج من الجسد من دم وقيح سائلين والخارج من السبيلين القبل والدبر. إذن نحن في هذه المسألة نتناول أحكام الخارج من الجسد وأثره على الوضوء. أولا الدم والقيح السائلان، وهو كل دم أو قيح يخرج من جسد الإنسان، لكنهم اشترطوا فيه شرطا أساسيا لا بد ولازم أن يتوفر هذا الشرط ليكون هذا الدم أو هذا القيح ناقض من نواقض الوضوء. ما هو هذا الشرط؟ ألا وهو السيلان. السيلان هو خروج الدم أو خروج القيح وانحداره من رأس الجرح وسيلانه عن الجسد، أو أن يقطر على الأرض ولو قطرة واحدة يحسب ذلك سيلانا. وأما إذا علا الدم أو القيح ولم ينحدر أو لم يتقطر ولم ينقط على الأرض أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يعد هذا سيلانا، فاشترطوا في خروج الدم أو القيح أن يحدث السيلان. وبالمثال يثبت المقال. المثال الأول، لو عض إنسان شيئا فوجد فيه أثر الدم، أو استعمل السواك فوجد أثر الدم، هل ينتقد وضوءه أم لا؟ ننظر للسيلان الذي هو شرط النقض، فلا ينقض الوضوء ما لم يتحقق السيلان. وكذلك لو تخلل بعود، أي نظف أسنانه بعود فخرج الدم على العود، هل ينقض وضوءه أم لا؟ ننظر إلى السيلان، فلا ينقض الوضوء ما لم يتحقق السيلان. فكيف نتأكد من تحقق السيلان؟ ننظر في لون الريق يتفل الإنسان، بالنسبة للسيلان الذي قد يحدث من الفم من الأسنان أو اللثة، في هذه الحالة إن لم تكن هناك مرآة ينظر فيها ويرى فيها هل هناك سيلان للدم أم لا، الفقهاء لم يتركوا هذا الأمر من غير حل، لكنهم قالوا يتفل وينظر إلى الريق، فإن غلب على الريق لون الدم يدل ذلك على السيلان، وإذا تساوى لون الريق مع الدم أيضا يدل ذلك مع السيلان من باب الاحتياط وينقض الوضوء. ولكن لو كان لون الريق طبيعي والدم النازل معه خفيف غير مؤثر ينتظر برهة، فإذا انقطع الدم لا يكون هذا النازل ناقضا من نواقض الوضوء لأنه لم يتحقق فيه السيلان. لكن لو انتظر برهة ثم تفل أعزكم الله فوجد أن الدم قد كثر وقد غطى الريق، إذا هو هنا يتأكد من تحقق السيلان وينتقد وضوءه. وعلى هذا إذا ابتلع الصائم الريق وفيه الدم، إن كان الدم غالب على الريق ينتقد صومه ويفطر، وإن كان الدم الذي في الريق لا يغلب على الدم لا يبطل صومه. ألا توجد طريقة أخرى؟ يوجد طريقة أخرى بالتذوق، لمن كانت حاسة التذوق عنده جيدة، إن شعر بطعم الدم يسير فيه على لسانه هذا يؤكد من تحقق السيلان. المثال الثاني، لو استنثر فسقط من أنفه كتلة دم، هذه الكتلة أيها الأحبة لا تنقض الوضوء، وإذا رعف الإنسان
والرعاف هو سيلان الدم من الأنف. عند المالكية الرعاف لا ينقض الوضوء ولا يقطع الصلاة إذا جاء الرعاف بعد الوضوء، وذكروا في ذلك خاصة الإمام مالك ذكر في موطئه كثير من التابعين ومنهم سعيد بن المسيب أنه كان ينزل الرعاف على لحيته، أي الدم ينزل من الأنف إلى أن يصل اللحية لا يقطع الصلاة ويكمل الصلاة إيماء. ولكن عند الأحناف يرون أن الرعاف ينقض الوضوء سواء كان قبل الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الصلاة بل ويقطع الصلاة أيضا. بأيهما نأخذ؟ الإنسان إذا أراد أن يتعبد إلى الله عز وجل يأخذ بالأحوط، أما إذا أراد الأصوب فهو يستفتي المفتي الموجود في بلده. فمثلا إذا استفتى رجل من المغرب علماء بلده يقولون له بقول مالك، وإذا استفتى في بلد الأحناف يحكمون فيه بالنقد، وهكذا يختلف الحكم باختلاف المذهب والاختلاف الجغرافي. أما الإنسان إذا أراد أن يتخير هو بين هذين القولين يستفتي قلبه، لأن الأمر عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه الحالات إذا لم يعرف الصواب والأصوب قال استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. المثال الثالث، إذا خرج الدم من الجرح ولم يتجاوز موضع الجرح لا ينقضه. لماذا لا ينقضه؟ لأنه لم يحدث السيلان، وإذا تجاوز بالسيلان أو التقطير ينقض الوضوء ولو أنزل قطرة واحدة. كذلك أيضا القيح حكمه حكم الدم. ننتقل للمسألة الثانية، القيء والقلس هل ينقض الوضوء؟ القيء نعرفه وهو خروج الطعام أو الشراب أو كلاهما طعام وشراب من المعدة بعد دخول المعدة. طيب هذا القيء نعرفه، فما هو القلس؟ القلس هو خروج فائض من الطعام تلفظه المعدة عند الامتلاء، والقلس يحدث كثيرا عند الأطفال الرضع، عندما يرضع الطفل أكثر من المطلوب يقلس، يعني بنسميها بالعامية المصري يقشط أو يخرج الزائد من اللبن من فمه. فالقلس هذا لا يحدث فقط عند الأطفال، ربما يحدث عند الكبار أيضا، يأكل الإنسان كثيرا ثم فجأة يشعر أنه يريد أن يخرج فائض من الطعام وفي الغالب يجد فيه ملوحة أو يجد لونه مصفر أو مخضر، هذا اسمه القلس، وهذا يخرج من المريء ومن أعلى المعدة لا يكون بملء الفم. القيء إن كان بملء الفم أيها الأحبة بحيث إن أراد إمساكه عن الخروج لم يقدر إلا بتكلف شديد، هذا القيء الذي يكون بملء الفم ينقض الوضوء. وإما إن إذا كان شيئا يسيرا كالقلس مثلا فلا ينقض الوضوء، والقلس لا ينقض الوضوء. وأما القيء دما، إذا تقي الإنسان دما فهو ينقض الوضوء سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، تقيء الدم ينقض الوضوء بعكس البلغم، فالبلغم كثيره وقليله لا ينقض الوضوء. وأما المسألة الثالثة وهو الخارج من السبيلين، وهو إما أن يكون بول أو براز أو مني أو مذي أو رطوبة. وأما عن البول والغائط والريح والمذي والودي فكل ذلك ينقض الوضوء لصحة الآثار الواردة في ذلك. فما هو الودي والمذي؟ الودي هو قطرة أو قطرتين أو ثلاثة تخرج في نهاية البول، هذا الودي فيه نسبة أملاح كبيرة، يجب على الإنسان أن يتخلص من هذا الودي، وذلك عن طريق أنه يتمهل قليلا بعد أن يتبول حتى ينزل الودي في نهاية البول. وأما المذي فالمذي هو سائل شفاف يختلف عن البول ويختلف عن الودي ويختلف عن المذي في أنه لا لون فيه ولكنه لزج يشبه زلال البيض، ينزل هذا المذي عندما يشتهي الإنسان. كثير من النساء يغلطن في هذه المسألة ويحترن متى تغتسل المرأة ومتى تتوضأ، المذي والمني عندهن متشابه ويختلف الأمر بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، ويختلف من مكان، يعني من طبيعة نساء في أرض معينة عن طبيعة نساء في أرض معينة، فهو يعني كثير منهم يصعب عليه التفرقة. في الحقيقة أرسل لي على صفحة الفيس كثير من هذه الأسئلة، كثير من النساء لا تعرف أن تفرق بين المذي والمني، الأمر بالنسبة للرجال سهل واضح جدا. بعد البحث في هذه المسألة والاستقصاء انتهيت إلى هذه النتيجة، أن المذي يكون قليل أولا
وهو زائد عن الرطوبة الطبيعية. ثانيا، وهو غير متدفق. ثالثا، لا تشعر به عند نزوله. رابعا، ما انطبق عليه هذه الحالات يعد مزيج. أما الذي ينزل بتدفق وهو كثير ليس معتاد نزوله ويصاحبه على الأغلب قشعريرة في الجسم أو هزة، فهذا هو المني. بالإضافة إلى ذلك أن المزي ينزل من غير اختيار، أما المني فلا ينزل إلا بفعل فاعل أو بالاحتلام أو باحتلام. أما المزي فينزل من غير يعني تصرف الإنسان فيه أو دخل للإنسان فيه. هذا هو الفرق بين المزي والودي. أكرر هذا الفرق بالنسبة للنساء، إذا كان النازل خفيف وقليل ومن غير دخل للإنسان أو عمل في إنزاله وهو أكثر من الرطوبة العادية يعد ذلك مزيا ويجب فيه الوضوء. أما إذا كان نازلا كثيرا وفيه رعشة أو هزة ونزل بفعل أو باحتلام فهذا هو المني، وإن كان فيهما تشابه. أيضا العلماء يقولون المني بالنسبة للنساء فيه رائحة مثل رائحة البيض الفاسد. في الحقيقة أيضا عند بعض النساء وفي مناطق يكون شائع فيها هذا الأمر أن المني ليس له رائحة أصلا، ينزل من غير رائحة. قول الأحناف أو قول بعض العلماء خاصة في المناهج الأزهرية أنه يتميز بالرائحة، هذه الرائحة لا تعد مميزا عند الجميع. هذا بشيء من الإجمال، وأما التفصيل في هذه النقطة تحديدا فسيكون إن شاء الله في أبواب الغسل والحيض والاستحاضة والنفاس. إذن البول والغائط والريح والمذي والودي ينقض الوضوء قولا واحدا، أما المني فلا ينقض الوضوء فحسب بل ينقض الوضوء ويوجب الطهارة الكبرى. بقي الحديث عن الرطوبة. الرطوبة فخلاصة القول هي أنه هناك نوعان من الرطوبة، إما الرطوبة العادية وهي تكون موجودة من الداخل فهي لا تنقض الوضوء قولا واحدا، وأما إذا تعدت الرطوبة إلى الخارج بشكل ملحوظ بحيث يحدث فيها سيلان فهي تنقض الوضوء قولا واحدا، وهذا ملخص دراسة كبيرة في هذه المسألة. وأما المسألة الثانية بعد الخارج من السبيلين وهي مسألة النوم، هل النوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ أيضا تكلم العلماء فيها كلام كثير جدا. خذ هذه الخلاصة، إذا كان النوم قليل وخفيف ويستطيع الإنسان أن يتنبه إذا تحرك أي شيء بجواره فلا ينقض الوضوء، هذه اسمها الغفوة الخفيفة. فالغفوة لا تنقض الوضوء ما دام الإنسان جالس ممكن مقالته من الأرض وكانت غفوته سريعة. أما إذا استلقى ونام أو استغرق في النوم ففي هذه الحالة ينقض وضوءه. بعض العلماء قالوا أنه يسأل المجاورين له أو يوصي أحدا إذا نقض وضوءه يخبره أو ما إلى ذلك، أو ينظر في الساعة قبل أن ينام لكي يعرف هل هي كانت غفوة أو كانت نومة طويلة. الخلاصة كما قلنا أن الغفوة هو النوم الخفيف والقليل الذي يكون للإنسان وهو جالس، كان يكون جالس في حلقة علم أو في درس أو على المكتب، فهذه الغفوة السريعة التي تحدث بعدها الإفاقة مع أول صوت لا تنقض الوضوء. أما النوم والاستلقاء والاستغراق في النوم فهذا ينقض الوضوء لأنه يغيب العقل، فمتى غاب العقل في النوم غيبة تامة ينقض وضوءه. أما المسألة الثالثة وهي لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، يدور الحكم حول تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء. فعن ابن عباس رضي الله عنه فصل معنى اللمس بالجماع، وابن مسعود فسرها بمجرد اللمس. ما الخلاصة في هذه المسألة؟ الخلاصة في هذه المسألة الذي حدث فيها خلاف كبير، ممكن تفتح كتب الفقه فتجد صفحات وصفحات في القول الأول وصفحات وصفحات في القول الثاني وخلاف كبير. طبعا هذا العلم كله ليس عبثا، مفيد جدا جدا بالنسبة للمفتي لأنه يتحرى في كل مسألة بعينها بناء على هذه الأقوال والاحتمالات الموجودة في الكتب. لكن أنا في هذه المحاضرات أبسط لك أيها المستمع الفقه، فأقول لك إن الجماع ناقض من نواقض الوضوء بل وموجب للغسل قولا واحدا، وبهذا نكون عاملنا بقول ابن عباس. وأيضا قول ابن مسعود صحيح، لأن اللمس إذا كان بلذة وبشهوة يبطل الوضوء لأنه يحدث أو ينتج عنه المزي، فإذا كان اللمس بشهوة يجب الوضوء
وذلك ليس لمجرد اللمس فحسب، بل لأثر اللمس وهو المزي. أما إذا لم يحدث المزي ولم تكن هذه اللمسة بشهوة وكانت مثلا من غير قصد، ففي هذه الحالة لا تنقض الوضوء قولا واحدا. وبهذا نجمع بين التفسيرين، تفسير اللمس أخذنا به إذا كان مقصودا وحدثت معه اللذة أو الشهوة أو التمني، لكن إذا كان هكذا من غير قصد بكل تأكيد لا ينقض الوضوء. وأما القبلة فاتفقوا على أنها تنقض الوضوء، ولكن ليست كل قبلة أيضا. فمثلا لو أن رجلا قبل طفلة من غير شهوة ولا أي رغبة فيها، إنما كانت هي ابنة صاحبه مثلا وأتت إلى البيت، فرحب بها وقبلها وأعطاها مثلا نقودا أو ما إلى ذلك، هو لا يقصد بذلك أي شهوة وهي طفلة صغيرة، فليست هذه هي القبلة التي تنقض الوضوء، خاصة إذا كان هذا الرجل كبير. المسألة الرابعة وهي مس الذكر. أيضا إذا كان مس الذكر من شهوة يجب الوضوء، وإذا كان من غير شهوة لا يجب الوضوء، لوجود حديثين في هذه المسألة. الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ قال: إنما هو بضعة منه، هو جزء من، أي لا ينقض الوضوء. فالجمع بين الحديثين أن الحديث الأول محمول على اللمس بالشهوة، ولذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم لشاب: من مس ذكره فليتوضأ. وأما الحديث الثاني فمحمول إذا كان اللمس من غير شهوة. إذن بهذا نجمع بين الحديثين، إذا كان بشهوة فنأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وإن كان بغير شهوة نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك فلا يتوضأ. المسألة الخامسة وهي أكل لحم الجزور. الجزور وهو ذكر الإبل هو ناقض من نواقض الوضوء عند المالكية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. رواه مسلم. فالمالكية والحنابلة يرون الوضوء من لحوم الإبل، بينما الأحناف لا يرون الوضوء من لحوم الإبل ويرون أن هذا الحديث منسوخ. المسألة السادسة وهي زوال العقل بأي نوع كان، سواء من إغماء أو جنون أو سكر. هذه المسألة مشابهة لمسألة النوم، النوم العميق يغيب العقل، لذلك قلنا يبطل الوضوء. جمهور العلماء أوجب الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان، سواء كان إغماء أو جنونا أو سكرا، وهؤلاء كلهم قاصوه على النوم، يعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي يغيب فيها العقل، أيضا كذلك الأمر يجب الوضوء في الحالات التي يغيب فيها العقل من الإغماء أو الجنون أو السكر. المسألة السابعة وهي غسل الميت. غسل الميت أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات لا ينقض الوضوء، فضلا عن لمسه أو حمله، فسواء غسل الميت أو لمسه أو حمله، كل ذلك لا ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، غير أن بعض الفقهاء قالوا أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، وهو قول شاذ أو ضعيف. ثم نختم هذه المحاضرة بمسائل متعلقة بنواقض الوضوء. من هذه المسائل مسألة الحدث الدائم. ما معنى الحدث الدائم؟ من أصابه حدث دائم، يعني مرض كمرض السيلان مثلا أعزكم الله، هذا الإنسان لا ينقطع منه البول، ربما تنزل منه قطرات وهو لا يدري أو لا يستطيع أن يمنع ذلك، وهو مرض ويعالج منه الإنسان إن شاء الله، لكنه يأخذ مدة مع الإنسان، وربما يصاحب الكبار في السن الذين يعني عندهم مرض السكر أو ما إلى ذلك. فهذا الذي يصاب بالحدث الدائم ماذا يفعل؟ قال الفقهاء، جمهور الفقهاء، من أصابه حدث دائم وتوضأ فإن ما خرج بعد وضوءه لا ينقض الوضوء قولا واحدا تيسيرا عليه، لأن هذا حاله كحال المريض ويأخذ حكم المريض، يتوضأ لكل صلاة ولا ينتقد وضوءه، والأحوط له أن يتوضأ لكل صلاة، وما ينزل في الصلاة لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، شفاه الله وعفاه. أيضا من النماذج الأخرى على من أصابه حدث دائم، بعض النساء تصيبهن الاستحاضة بشكل دائم لا تنقطع وتظل على ذلك مدة طويلة جدا، طبعا لازم تعالج من هذا الأمر، وإذا لم تعالج ربما أقعدها ذلك في السرير حتى تعالج منها وحتى تجد حلا لهذه الاستحاضة الدائمة. قال العلماء أنها تتوضأ وتربط خرقة، وبدل الخرقة موجودة الحفاضات حاليا، و
تأخذ نفس حكم من أصابه الحدث الدائم، أي أنها تتوضأ لكل صلاة، وما نزل في الصلاة لا ينقض الوضوء إن شاء الله، وتتوضأ قبل قراءة القرآن، وما ينزل أثناء قراءة القرآن لا ينقض الوضوء، شفاهن الله وعافاهن. المسألة الثانية، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، إنسان متيقن أنه طاهر، متيقن أنه توضأ، لكن أصابه وسواس، هل توضأ أم لم يتوضأ؟ ماذا أفعل؟ قالوا يبني على اليقين، اليقين أنه توضأ، والشك حدث في نقض الوضوء، لا يبني على الشك أبدا، المسلم يبني على اليقين، هو متوضئ وشك في النقض يترك النقض، يبني على اليقين، وهذا هو قول جمهور العلماء. طيب، إذا تيقن إنسان في الحدث، يعني أنا متأكد إننا أحدث، بس شك هل أنا توضيت ولا ما توضيتش، بعد ما طلعت من الحمام توضيت ولا ما توضيتش، بيبني على اليقين، إيه هو اليقين؟ إنه هو حدث، أحدث. الشك حصل فين؟ الشك حصل في الطهارة، في الطهارة، ندع الطهارة ونبني على اليقين الذي هو الحدث ونتوضأ. يتعلق بهذه المسألة والتي قبلها أمر الوسواس، هناك إنسان موسوس، هذا الإنسان إذا توضأ يشك في وضوئه، وإذا أحدث يشك في حدثه، وإذا ذهب للوضوء فغسل يديه يشك هل غسلهما ثلاثا أم مرة، وإذا مسح برأسه يشك هل غسل وجهه أم لم يغسل، وإذا غسل رجله اليسرى يقول هل غسلت رجلي اليمنى أم لم أغسل، نسيت أن أمسح أذني، وهكذا الوسواس أصابه. أيها المستمعون الكرام، هذه مسألة والله خطيرة، خطيرة لدرجة أنها تنتهي بالإنسان بالإلحاد. ما علاقة هذا بهذا؟ الوسواس مرض، وهو شيطان متسلط على الإنسان، يبدأ معه بالطهارة، أول ما يبدأ معه بالطهارة وينتهي معه برأس الدين، بالعقيدة، بوجود الله، فعلينا ألا ندع له هذه الفرصة. العلماء فطنوا هذا الأمر فقالوا أن الذي أصابه الوسواس لا ينظر للوسواس، إذا لاحظ الإنسان أن الوسواس أصابه بشكل متكرر لا يبني على الوسواس أبدا، لا يبني على الشك أبدا، يقول نسيت أذني، نعم الفقهاء قالوا له اترك أذنك، يقول نسيت أن أغسل ثلاث مرات وغسلت مرة واحدة، نعم لا تغسل ثلاث مرات، اغسل مرة واحدة، أغسل رجلي اليسرى ونسيت أن أغسل رجلي اليمنى، هو عارف من نفسه أنه أصابه الوسواس، يأخذ بقول العلماء، نعم لا تغسل رجلك اليمنى نهائيا، اغسل رجلك اليسرى وقم فصلي، ثم إذا دخل في الصلاة هل كبرت تكبيرة الإحرام؟ أنت مريض، مسقط عنك تكبيرة الإحرام، صلي، صليت ثلاثة أم أربعة، شفاك الله وعافاك، اختم الصلاة وتوكل على الله، لا تعيد الأمر، أبني على اليقين أم أبني على الشك؟ الذي أصابه الوسواس لا يبني على اليقين ولا يبني على الشك، يختم عمله بما بأقرب ظن له، ولا يكرر ولا يتبع هذا الوسواس، وهذا حكمه نفس حكم المرض، بل هو مرض خطير. والعلماء لما تفطنوا لهذا الأمر قالوا أنه يدع الشك على الإطلاق ويأخذ بأقرب الظن إليه، إذا فعل ذلك يعني أيام معدودات ويذهب عنه هذا الشيطان ويعود لرشده ويعرف أن يستقيم في صلاته. أنا واحد من الناس يعني أصبت بهذا الوسواس يعني مرتين على ما أذكر، وأردت فيهما أن أتحرى اليقين، ولكن لم يكن الأمر يحل بل يزيد ويزيد ويزيد، فلم أجد له علاج إلا أن أخذ بقول الفقهاء أن أبني على أقرب يقين ثم أتم عملي، الأمر يأخذ أسبوع أسبوعين بعد ذلك ينتهي. بعض الناس ورأيتهم بعيني استغرقوا في هذا الأمر وأصابهم الوسواس فلم ينتهوا عن الوسوسة، بل أرادوا أن يتحرر اليقين، هو لن يصل اليقين، الذي أصيب بالوسواس لا يستطيع أن يصل اليقين أبدا، فالشيطان يتمكن منه. فرأيت أحدهم إذا أراد أن يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام يكبر والله نحو 10 مرات أو 15 مرة أو أكثر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يشك في نفسه أنه قالها وهو قالها، إذا أراد أن يسجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا أراد أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هو سمع حكم أن البسملة مثلا واجبة في الفاتحة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هؤلاء الناس لا تظن أنهم يعني مجانين أو ما إلى ذلك، لا، حاصلين على شهادات عليا وكانوا من طلبة العلم، لكن أصابهم الوسواس واستغرقوا فيه ولم يعرفوا هذا الحكم الذي وضعه الفقهاء تسهيلا عليهم، فأرادوا أن يتحققوا اليقين
يعني زاد المرض عندهم. المصيبة أنه يصل كما قلت لكم إلى الإلحاد، يصل إلى الأمور العقائدية الكبرى، وربما يتعدى ذلك فيصيب الإنسان بالجنون. فهذه المسألة المرضية اعرفوها وعرفوا بها. أعذروني في الإطالة، لكن فقه الوضوء ونواقض الوضوء قل الحديث عنه وقل التفقه فيه، فأحببت أن أفصل فيه بما يسره الله عز وجل. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرات في الفقه الإسلامي، عمر أبو الخير.